تعالوا نروح مشاهدينا الكرام من موضوع وفاة 10 أشخاص نتيجة الغسيل الكلوي في مستشفى ديار بنجم، تعالوا نروح لموضوع القبض على علاء وجمال مبارك، وتعالوا نشوف انتوا علقتوا بإيه وقلتوا إيه. بس ناخد الأول الخبر من الشروق نيوز. مدرعة لنقل جمال وعلاء مبارك إلى سجن ترى والأخوين في ذهول. ده كان الخبر من الشروق نيوز مشاهدينا الكرام. تعالوا بقى نقرا مع بعض ونشوف تعليق حضراتكم على الخبر، كلكم كتبتوا وقلتوا. نبدأ بأحمد سعيد. عودة علاء وجمال مبارك لسجن ترى. محكمة الجنايات النهارده فاجأت علاء وجمال مبارك. هم وباقي المتهمين حضروا كالعادة إلى المحكمة في قضية التلاعب بالبورصة. وكانوا بيجوا عادي وبدل وآخر شياكة، والقاضي فاجئهم وقال مأمور بالقبض على علاء وجمال وإيداعهم القفص ونقلهم سجن ترى. لو النظام راضي عنهم ولا كان حصل أي حاجة يا معلم، وكنت شفتهم زي ما أنت بتشوفهم الفترة الأخيرة، يا إما في عيد ميلاد، يا إما في فرح، يا إما في عزة، وبيظهروا والناس بتتصور معاهم ومباريات كرة القدم والدنيا تمام. وكان الموضوع خلص وعدى يعني، وكان القاضي مش هيقول لا قفص ولا مدرعة تنقلهم ولا الجو ده. إنما الأمن السيسي دلوقتي مش عاجبه ظهور علاء وجمال وتنطيطهم في كل حتة، كان لازم يتم القبض عليهم حتى لو هيمثلوا خطورة 0% في مشهد الانتخابات اللي جاي اللي هتمهد لتعديل الدستور واستمراره في الحكم. يلا نروح لسليم عزوز. القبض على علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة انتقام بعد التهديدات التي أرسلت لهما بأن يلزموا البيت. السيسي خايف من شعبيتهما. احنا طبعا شايفين ان علاء وجمال اجرموا بحق الشعب طبعا، محدش يقدر ينكر ده، لكن عندهم شعبيه لسه، وده اللي انتم شفتوه في المباريات وظهورهم زي ما قلت لكم في العزاء ده، حتى في وفاه والد ابو تريكه راحوا وعزوا والدنيا كانت تمام، وعمر مكرم بقوا بياخدوه دلوقتي رايح جاي عادي والدنيا تمام. وده بقى سبب القلق اللي عامل اللي معمول لعبد الفتاح السيسي، اي حد عنده شعبيه لازم يتم القضاء عليه. يلا نروح لتامر علي. علاء وجمال الى ترى، وبكده يكون السيسي قبض على الثوار والاخوان وابناء مبارك. السيسي عدو نفسه، ما بيامنش حتى لاولاده، يعني لو شاف ابنه تهديد عليه هيعتقله، ودي طبيعه الخاين على فكره، بيخاف من اي حد، وكل فصيل بالنسبه له عدو، واي حد مش معاه يبقى ضده، واي حد جنبه وشك فيه برضه يبقى عدوه وضده، يعني مش بعيد يكون خايف من انتصار نفسها. اللي حبس عن يعني اللي حبس عنان مش هيحبس عيال مبارك؟ لا يحبسهم، يحبس كل. بس الغريبه بقى النهارده في الموضوع ده ان علاء مبارك نفسه كتب بوست وقال او تغريده بيقول فيها الحمد والشكر لله على كل حال، امر بحبسنا مره اخرى في قضيه البورصه، وان شاء الله باذن المولى عز وجل ستظهر الحقيقه في يوم طالما ربنا موجود، شكرا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا يا رب. بص بقى تحس ان انت بتقرا تويته للشيخ علاء مبارك مش لعلاء مبارك. وهنرجع بقى تعيش مع حضرتك الاجواء تاني مره تانيه، هيرجعوا يلبسوا الابيض ويمسكوا المصاحف وربنا معانا وان شاء الله هنكسب باذن الله والدنيا هتبقى تمام. ودي التويته اللي عملها علاء مبارك بعد التحفظ عليه بقرار المحكمه. يلا نروح لعمرو عز كده ونشوفه كاتب ايه. حبس علاء وجمال مبارك ولا ليه دعوه بفساد ولا قضاء، النظام الحالي شايفهم تهديد حقيقي، خطوه لتصفيه اي ملمح تهديد مستقبلي. تعالوا نروح مشاهدينا الكرام لاخر بوست معانا على موضوع جمال وعلاء ونقراه مع بعض. حليمه بتقول الجنايات تقرر حبس علاء وجمال مبارك في قضيه التلاعب بالبورصه علشان تبقى تعمل صفحه على تويتر وتقول رايك يا علاء، السيسي قاتل لعين.